بحضور شخصيات من الهيئات الدبلوماسية والحكومية والإعلامية والإعلامية وسط حضور متميز، أطلقت المخرجة والمؤلفة الأردنية ساندرا قعوار فيلم الخريف العربي. الفيلم بيحكي عن الربيع العربي اللي شهدته مختلف الدول العربية، وعكس نبضات الشعوب العربية اللي قامت بالثورات من خلال الأسلوب الدرامي في معالجة التدخلات الخارجية والاستغلال الخارجي لواقع العالم العربي، بالإضافة لاستغلال الثورات العربية الحالية لغايات أجندات خارجية واللي قد تؤثر على الهوية العربية. فيلم الخريف العربي هو بتطرق لجزئية عم نمر فيها بعالم العربي، هي تدخل جهات خارجية واستغلال الثورات العربية النزيهة اللي عم بتصير بالعالم العربي لأجل خلينا نحكي يعني بيستغلوا الموضوع عشان يحطوا أجنداتهم الخاصة، ومن الممكن هذا الإشي يغير الهوية العربية مع السنين. فهذا الموضوع كتير خطير، نحن لازم نوعي عليه ولازم نتطرق له. هلأ نحن بشكل عام، نحن كشعوب عربية نحن اللي منعرف شو اللي بدنا إياه، ومش مفروض نسمح لأي جهات خارجية بالتحكم بواقعنا. دوري بفيلم الخريف العربي هو دور باسم، الشاب الوطني اللي بحب كتير وطنه، يلي عنده ظروف وعنده مشاكل كتير بعائلته وببيته، ظروف مادية واقتصادية واجتماعية، فبيضطر انه ينجر للضغوطات الخارجية والتدخل الخارجي من بعد ما بعتوله الصبية لحتى تقنعه انه يفوت بالمظاهرات. فيلم الخريف العربي هو واقع وجزء من الواقع الكبير اللي بنعيشه بالوطن العربي، وإن شاء الله كل الدول العربية يعم السلام وما يكون في مشاكل أبدا بالدول العربية، ويا رب يكون بالخريف العربي قدرنا نوصل الرسالة يلي بدنا نوصلها. سيدي لكم جميعا بما في ذلك.